أنا نتجول في الشارع التونسي ونتجول في تونس الكل حقيقة، نتنقل من الجهات من جهة لجهة، تو نهار تلقاني في سوسة، نهار تلقاني في تونس، نهار تلقاني في قليبيا، والأخرين الكل يعرفون كسوة ضرورة العمل تقتضي أنك تتحول للجهة هذيك، ولا في زيارة خاصة، ولا حتى في المناسبات الموسيقية وكل أفراح وكل شيء هذاك، لأنه زهير ينشط في الموسيقى والمناسبات والأفراح به. تقول لي كيفاش تحافظ على البيئة؟ ساهل برشا، لأنه أنا كما قلت لك نتنقل في الجهات، وكل مرة باش نستهلك ما تيسر من قوارير المياه ولا كعبة الكيك ولا غيرها، دونك وقت اللي نستعمل الحاجة باش نطيش الكيك نتاعها، نستنجد بواحد من المارة، نقول له خويا فماشي بوبيل هنا، يقول لي هات عليك، نسمع به طيشها بجنبي، فنطلب منه بكل لطف نقول له بالله عاود مدهالي، هاي طيشتها سي بون، نقول له لا عاود مدهالي، يجي باش يمد، يقول لي علاش؟ نقول له خاطر كان جيت انا في بالي باش نطيش، انا طيشتها من الصباح، انا هذاك علاش لوجع على بالي، كان جيت في بالي اللي تطيش في الشارع امر عادي، راني طيشتها من عندي ساعه اللي في يدي قندور به، فنرجو الحقيقه لهنا، فيحشم على روحه انا نقول، ويولي يهزك الحاجه هذيك ويلقي بها في سله المهملات.